كان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا جنينا المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا موالينا. ها معلم كيف الدواء زين؟ هذا دواء زين والله تعالى يشفيها بهذا الدواء عسى الله يشفيها على يدينا. شربي يا شال شال خولة يا بنتي يلا يا حبيبتي شربي هذا الدواء شربي لا تعذبيني ما عادش يا خولة انت الامل الوحيد اللي باقي لي في هذه الدنيا يا خولة ارجوك شربي بس يا وصول لا تعذبين روحك بس يوم ما تبى برايه ايش نسوي بعد ما بيدينا حيله تفضلي دخلي السلام عليكم عليكم السلام يا بنتي انوار كيف حال خوله ان شاء الله زينه الحمد لله الحمد لله على كل حال ايش قالوا المعالم اللي جبتوهم؟ ما قالوا شيء، اعطوها دواء لكن ما شي فايده مثل ما تشوفينها حالتها لهي مسكينه مسكينه خوله يلا سامحوني انا بسير عنكم شوي انا بسير السوق تبين شيء؟ نبا تعالك ها خالتي اشوفك هني ايش اسوي يا بنتي نوارة ما قدرت اودرها وهي بهذه الحالة اما طيبة الله يهديها امين يا رب ويابر جنة متغير لازم يتغير هو اللي صار هو اللي سواه شوية الله يهديهم ان شاء الله ويسامحهم وكيف حال ماجد وياسر ان شاء الله بخير الحمد لله خالتي سرج حالهم بس ترى اللي صار مزعل كل الناس لو تشوفين كيف حال البلاد ما تصدقين مصدقة يا بنتي وعارفة لأن اللي صار ما بشي سهل ما تبون شي قبل ما يصير بس اللي وصيتك عليه طرشة بسرعة انت شايف الناس اللي عندنا ان شاء الله ولا يهمك بس مثل ما وصيتك على وصول هل هالله فيها شوفوا اذا محتاجة شي ولا ناقصة شي قولي لي بأي بحالها راح بعد مسكينة ما مقصرة مع خولة مراعتنها وايد وايد من هالناحية اطمن يا يابر لا تخاف بقصر على نفسي ولا أقصر على أصول نحن كم أصول عندنا واحدة يا باجة طيبة يا باجة يلا صاير عنك والله أني غشيم يا يابر غشيم أصول أصول متآمرة معها في هاللعبة لكن على من مثل ما يقول المثل اتبع الجذاب لرس الباب صبري علي وبنشوف ما قلت لي كيف حالها الحين عساها بخير الحمد لله على كل حال هذا شيء مثل ما تحيدها تتريى رحمة ربها لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كل الأطباء اللي جبتهم ما قدر يسوي لها شيء أبدا المشافي الله سبحانه وتعالى كل شيء بأمره ولا راد لأمره ولا مانع لقضاءه لا حول ولا قوة إلا بالله لكل داء دواء ولكل شيء سبب سبب تسأل عن السبب يا علي المهم أنا بغيتك في موضوع
وكل مرة أنا أخر هالموضوع وأقول ما بوقت الحين. أفا عليك يا علي يا أخوي، قول اللي في خاطرك ولا تتردد، ما يردك غير لسانك. يا يابر أنت تعرف أن يا ناس شفت مازن، يا ناس والله شفت مازن، والله أنا مازن حي يا ناس، شفته مازن حي؟ يعني مازن ولد أخوي موجود؟ يابر تعال أنا ما خلصت كلامي يابر. والله يا ناس صدقوني أنا شفت مازن بعيوني هذه، والله صدقوني مازن حي. حمزة ما عمي أنت صدق شفت مازن؟ هي والله يا عمي، والله يا عمي إني شفته. هي شفته؟ شفته هناك عمي في حارتكم وكان عدال بيتك. يعني يكون شفت واحد ثاني وشبهته على مازن؟ أكيد مثل المرة الماضية شفتوا واحد متلثم ولا غريب وانتهى يا مازن. يتهيالكم يا جماعة؟ والله ما يتهيالي، والله العظيم إني شفته صدق، وإذا ما مصدقيني خلا براويكم وين يالس. هدوان نعم عمي. أمر عمي علوان أمر عمي، سيروا مع حمزة هو بيدليكم بالمكان اللي فيه مازن. أنا عمي بعد بسير معاهم. زين بس امشوا شوي شوي يوم تجون هناك علي شوفكم. ها إن شاء الله. فاهمين؟ تأمر يا عمي. هيا توكل يلا بسرعة يلا بسرعة. أقول يابر لا يكون مصدق إن مازن حي. والله اللي يقوله حمزة يا أخوي يعني. زين إذا هو حي هنا ليش مايه؟ وبعدين ربع اللي راحوا معه يعني كلهم ماتوا بس هو حي. الله أعلم، مهم خلنا نتأكد، إحنا ما خسرانين شيء. زين والحين هيش الحال؟ ما يستوي شيء؟ الله يعينها ويرحمها برحمته. آمين آمين يا رب. زين أخليكم الحين، سمحوا لي. على هين يا بنتي يلسي. تذكرت شيء وبصير عنكم. عسى خير يا نوارة بتستاهلين. الله يخليك يا خالتي، يلا صرت عنكم. يلا يا نوارة كان نباك معنا اليوم. لا أحسنتي ما تقصرين، تراني مستعيلة. يلا في وداعة الله. حياة الله. السلامة يا بنتي. أصول. نعم يا طيبة خير. بسير عنك داخل، عندي شغل. تبين شيء قبل ما أسير؟ لا أحسنتي ما تقصرين. زين بسير أنا داخل، خلي بالك من خولة. ترى بنفسك ابو جو. خل اقول لك ابو جو، دخل قدامي. خل اقول لك ابو جو. خل مات مات. الحين بحصلك الحين يا حمزه، اكيد في السوق. يلا ماجد تعال معي. هم نسير نسير السوق. فين زي في السوق؟ ابغى اشوف حمزه هناك. يلا حمزه ما موجود في السوق. وانت ايش دراك انه ما موجود بالسوق؟ ما شفت الرجال اللي مره قدامنا؟ ايوه شفته. مش فيهم معاهم ترى. قصدك حمزة كان معاهم؟ أيوة حمزة كان معاهم. يلا تعال نلحقهم بسرعة تعال. حالك وانتوب. هذا حن وصلنا هنا؟ كان هني عيل هين ما اشوف شيء. والله صدقون انه كان هني، انا شايفنه بنفسي. كذاب تراك كذاب حمزو. انا ما كذاب بس صدقوني انا شايفنه هني. زين ايش رايكم؟ يمكن يكون صار هني ولا هني، خلونا ندور عليه مكان ثاني. لا مكان ثاني ولا شيء، وقول هذا الكلام قدام عمي يابر، ترى يالس انتظرك. عم يابر زين زين انتوا 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 سيروا وانا بسير ادور مكان ثاني، يمكن سبحان الله صار هني ولا هني. حمزه انت خايف؟ لا انا ما خايف، بس انا قصدي اسير ادور عليه مكان ثاني. عيل تعال تعال لا تتهرب. زين خلونا ندور. لحظه شوي لحظه شوي. حمزه حمزه تعال. انت متاكد يا ماجد انهم ما صاروا مكان ثاني؟ انا متاكد وانت شفتيهم بعد. انا ايش اسوي الحين؟ انا لازم احصل حمزه. ساعه
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شفتوا حمزة؟ ما كان معكم؟ كان معنا بس الحين صار عنا. هين صار؟ خبروني، أبا ضروري، قولوا لي. حلقتنا، حلقتنا الله يحلقك، ذبحتنا الله يذبحك، لكن منو؟ تكذب وعلى من؟ على عمي يعبر. يا ناس صدقوني والله شفت مازن وهو مازن بشحمه ولحمه، انتوا ليش ما راضي تصدقوني؟ وش؟ وش؟ قطع! قطع الله لحنك، ماني هناك يوم بتغني الخزران فوق ظهرك. حرام عليكم، حرام. انا ايش سويت؟ نحن ايش ربتنا؟ نحن مامورين وننفذ الاوامر. خلوه. ايش هذا بعد؟ خلوني اقول لكم، خلوني. ما بقى غير الميانين بعد. خليني. قدامنا حمزة. يا يابر ريح نفسك وريح راسك، مازن ما راح يرجع، اللي مات ما يرجع. ايش فيك؟ ايدك قوي. حلامك الله يهديك يا علي. انت ترى حمزه يقول شافه وحلف يمين انه شاف مازن. حمزه يقول شاف واحد متلثم، كيف عرفه؟ هذا انا اتلثم قدامك الحين. تغير شكلي ولا ما تغير؟ طبعا تغير. حيل ايش اللي يخليك تصدق حمزه؟ ما لكن الحين بعدهم ما يو تحيروا حيروا. وصلوا هنهم. زين اليوم يومي. بشروا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي مازن جيتوه؟ ليش ما هي معكم؟ هل يكون ساي يطمن على امه ويشوف هوله؟ مازن ما موجود، ما شفنا حد يا يابر، ما شفنا حد. زين حمزه هنا الحين وايش قال؟ حمزه بعده يقول انه شاف مازن ويحلف. هين هو الحين. والله ما اعرف هين صار، لكن هو خاف منك وركض. بس علوان وهدوان ما قصروا، صار وراه. صاروا وراه؟ ايش يسوون؟ صاروا يجيبونه عشان تأدبع اللي كذبها عليك. والله بس 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 حمزة ايش رايك باللي تسمعه؟ عمي والله العظيم، والله العظيم اني شفت مازن، انا متاكد. حمزه قول الصدق، راي لي اخر مره اقول لك. والله العظيم يا عمي اني شفت مازن، والله العظيم اني ما اكذب، والله اني شفته. عمي هذا يتوهم ويالس يكذب عليك، بيش تامر عليه؟ خلوه ودروه. عمي خلوه تركوه، انتم ما تسمعون الكلام؟ حمزة قوم جلس في الدكان وأنا بسير وبرد. انتوا بعد ليش واقفين؟ خلاص ما استوى شيء، يلا كل واحد يسير يشوف شغله، يلا تحركوا. فاطمة ايش فيك يا بنتي؟ ما في شيء، بس افكر في مازن. مازن ايش في؟ انا اقول من يوم راح ما يانا، هو وعدنا انه يجي، هذا حتى ما طرش خبر عنه. يطرش خبر مع مين؟ بعدين انت نسيتي ان مازن ما يريد حد يعرفه هناك. المهم الغايب حجته معه حتى يرجع. دخلي يا بنتي، دخلي. ان شاء الله. السلام عليكم. ولدي مريض، أباك تشوفه. إن شاء الله. أرجوك. لحظة. يلا. سك الباب. نوارة. يا نوارة. ها ياسر. علامج. فيش تفكرين؟ أفكر في خاولة والحالة اللي هي فيها. الله يشفيها. كلي شافوها، مرام يسوي لها شيء،
حتى الدواء اللي عطوها ما فاتها. وانت ايش في دينك تسوين؟ ايش في دينك؟ ترى هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. انا لو بس احصل حمزة. حمزة؟ وهيش دخل حمزة في السالفة؟ حمزة وداني للطبيب اللي عالج ماجد، تراه يعرف زين. قصدك يجيب الطبيب اللي عالج ماجد؟ نعم هذا قصدي، لكن هنا حصل. هين تحصلين بعد؟ أكيد في السوق. السوق مليان ناس، ويوم سرت له ما رمت أكلمه. زين يا نوارة، وهيش فيها؟ أنت ما جالسة تسوين شي غلط؟ ما أعرف، بس ما بحد يعرف. لا بسيطة، نحن بنسير اليوم وانتي كلمي شوي شوي من غير ما حد يحس، وكأنك جالسة تشتري من معه شيء. هذا رأيك يعني؟ ما في كلام غيره، والله يوفقك لفعل الخير إن شاء الله. زين متى بنسير؟ الوقت يمر وحالة البنت تزيد. اليوم، اليوم بعد صلاة العصر قبل ما تبدأ الحركة بالسوق، وأكيد حمزة بيوافق، خاصة بعد اللي سواه يابر مع اليوم. يابر أشوفك ساكت. والله ما أعرف إيش أقولك يا أخوي يا علي، مرض لبنية والحالة اللي أنا فيها خلتني أفكر وايد. إيش من حالة بعد؟ أنت تعرف يا علي يا أخوي إن اللينج غرق والبضاعة اللي فيه روحت، وياسر التجارة عنده تعبانة، والدكان يبغى أغراض، ما في سامان ولا شيء، وأنا ما عندي أدفع، والدخاتر بعد يبغى روح مغوازي، ما عندي شيء يا أخوي. يا الله هونها وتهون. صدقني يا أخوي يا علي أنا مخير منك ومستحي على المبلغ اللي لك عندي. بصراحة أنا كنت بكلمك فيه، بس حمزو قطع علينا كلامنا. وأنا يا أخوي يا علي بعدني أطلب منك أنك تصبر علي شوية، وأباك بعد خير يعني كي تشوف لي مبلغ شوية لين أدبر حالي وتزول هالمحنة. بصراحة يا يابر أنا روحي محتاج المبلغ الحين. هل هلا أخوي يا علي فيني، هل هلا شوف لي المبلغ وأنا إن شاء الله بتصرف وبارده في أقرب وقت. من هين؟ أنا ما عندي شيء. شي يا علي؟ هين المروة؟ زين علشان خاطر طيبة يابر لو سمحت لا زيد في الكلام، أنا ما أقدر أعطيك أي شيء، والفلوس اللي عليك حاول تتصرف بسرعة وترد لي إياها. السلام عليكم حمزة. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ هلا ياسر، هلا نوارة. أباك بسالفة يا حمزة. تفضلي نوارة أنا حاضر. أنت تعرف خولة ولا طبيب من اليوها قدروا يعالجونها؟ أيوة نوارة كملي. يعني أقول الطبيب اللي رحنا له عشان نعالج ماجد إيه ويشوفها؟ أيوة بس. بس إيش حمزة؟ لازم نخبر عمي يابر. يابر خلى علي أنا بقول له، وأنت بنفسك شايف إنه كيف متغير، وخاصة إذا عرف إنك رايحة تجيب طبيب عشان يعالج بنته. عيل خلاص أنا الحين بسافر، بس لا تنسين تخبرين عمي يابر. توكل على الله لا تحرك شيء. بسم الله. حمزة ما عليك يا ما خبرت عليك عمي يابر. حمزة حمزة هين سارة؟ أنتو هامي على وراي إن شاء الله. عمي شربي يا بنتي، شربي يا حبيبتي. تعبينك معنا يا وصول. هذه بنتي يا يابر. أنا عارف هذا الشيء، بس حالتها إذا ما تسوء ما تتعافى أنا روحي مستعيب منها للطباء اللي يبناهم، ولا واحد منهم تصاوب على دواها، دواهم اللي عطوه إياها كله ما نفع. خلي إيمانك قوي بالله سبحانه وتعالى، والله واجب حمده على كل حال يا يابر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بس يا أم مازن خير؟ ليش سكت؟ لا ما شيء، بس اللي بقوله يا أصول إن واحد قال لي سير تشوفه عنها عند معلم، يمكن مستضرة والله صايبينها شيء. والله إيش أقول لك يا يابر، هذه الأمور أنا ما أعرف فيها، كل اللي أعرفه إن الله هو الشافي المعافي. ونعم بالله، وأنا ما أنكر هذا الشيء، لكن خلينا نحاول وعسى خير.
براحتك اللي تشوفه يا يابر. آه الخلاص باكر إن شاء الله الطيبة من الصبح بتصير تتشوف عنه وعسى الله يشافيه. يلا بصير عنكم الحين. يلا يا بنتي يلا يا بنتي الله يهديك شربي شوية. ليش قاعدين تشوفوا على الأكياس؟ كل واحد منكم مديده وياخذ له صرح. هذا كل حال طبعا حالكم. ليش في حد ثاني قاعد معنا هنا؟ ما حد لا خلاص هيا كل واحد منكم مديده وياخذ له كيس. بس هذا وايد علينا عمي. لا وايد ولا شيء لا وايد ولا شيء. انتوا لو تنفذوا اللي قلت لكم عليه بتحصلوا اكثر واكثر بعد. لا من هالناحيه اطمن عمي وكل شيء بيتنفذ ان شاء الله. كذي يابا خلا قوموا روحوا. لا يا عمكم يابر ويشوفكم عندي ويشك. مع السلامه يا عمي. مع السلامه. روحنا. مع السلامة. مع السلامة يا رجال يابر المخلصين. ما أعرف إيش اللي صاير في بيتك يا عمي. ما أعرف. وقفت عند البيت أبى أعرف شيء ما قدرت. ليه ما بغيت أنكشف؟ ما أعرف إيش اللي صاير. ما أعرف بس كيف بعرف ومن بيقول لي؟ ما في لأني أيوة ما في غيره. بس هين بحصله هين بلقى الحين. انتهينك يا عابد. احنا على ايش متفقين؟ مازن ايش فيك؟ كيف ايش فيك بعد؟ قول لي ايش اللي صاير ايش اللي مستوي. وانت ما تعرف يعني ايش اللي صاير؟ انا عارف كل شيء بس انا ما اعرف ايش اللي مستوي بيت عمي. انت توك تقول عارف كل شيء؟ عابد لا تجنني. بتقول لي ولا لا؟ بقول يا مازن. خوله. خوله؟ ايش فيها يا عابد؟ خوله مريضه وما تتكلم اللي سوا ابوها فيها. سوي الحل. الحل يا عابد يعني نخليها لحد ما تضيع من بين ايدينا. هذه خوله. خوله يا عابد. ماشي غير رحمه الله. ولا تضل يابهم ابوها ما نفع. وانت يا مازن تراك ما راضي تفرحهم برجعتك. زين انا ساير عنك. هين ساير؟ بمشي بطبيب حل خوله ما بتاخر. بس اباك توعدني انك ما تخبر حد اننا نتلاقى حتى امي. انا وعد انك قبل يا مازن. ان شاء الله لا تخاف اطمن ان شاء الله. يلا خذي هذه وبس يا بنتي. بس هذه يا بنتي. حرام عليك حرام عليك اللي تسوينه بنفسك يا خوله. حرام بنتي حبيبتي. خذي هذه بس عشاني انا يا خوله. لا اله الا الله محمد رسول الله. ها بعدها ما اكلت؟ مثل ما انت شايف يا يابر هذه حالتها ما طايعة تاكل. ما يجوز يا بنتي ما يجوز التمين بلا روقة. ما بزين عليك يا بنتي كل شوية. واللي تفكرين فيه وخايفة منه ما بيصير والله ما بيصير. أعطيها شوية أصول أكليها حاولي معها شوية. إن شاء الله يلا يا بنتي يلا يا حبيبتي. بس هذه اللقمة عشان خاطر مازن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيش أحوال خولة الحين؟ والله ما أعرف إيش أقول لك. محسوبة من الأحياء لكنها مثل الميتة.
لا تاكل ولا تشرب ولا تتكلم، ماشي بس تشوف الناس وتصيح. الله يعينه. بس ويابر ايش اخباره؟ يابر لو تشوفه ما تعرفه من الحزن والخوف على بنته. سبحان الله سبحان الله، فعلا الجزا من جنس العمل. لكن هذيك المسكينه اللي هي اطيب وحده في ذاك البيت، الله يشفيها. بس الله يشفيها. امين يا رب. يعني خلاص هذا اخر كلام عندك يا اخوي علي؟ اكيد. ويابر يجيب الفلوس اللي عليه او يتصرف. يعني بعد ما شفت ان ما منها امل تقوم تسوي سواتك هذه بدل ما توقف معانا وتساعدنا؟ اساعدكم في ايش؟ ان خوله تتعالج وتتشافى وان شاء الله تكون من نصيبك. ما باي. وبعدين انا خلاص غيرت رايي، ما بتزوج. يعني خلاص هذا اخر كلام عندك؟ وخبري يابر ان فلوسه يكون انجهزات. ما بخبر يابر، وكاني ما سمعت هذا الكلام. خلاص انا بخبر. وبعدين انا طالب حقي، يعني حرام اطالب حقي؟ وحق اللي كليته من الورث هنا. اي حد تتكلمين عنه؟ ياتني في الوقت حق الحق، وبعدين تبي ترجع للسالفه الاوليه ولا كيف يعني؟ يا ابوك انا غلطانه اللي صدقت يوم من الايام انك تغيرت. ما كنا احنا اخوان؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله عليك. ما عليك يا ياب، وراك وراك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليش، العم أحمد موجود؟ ما موجود. ليش؟ نعم؟ لا قصدي يعني هين صار؟ صار في شغل، يوناس من البلد القريبة منه وصار معاهم. إنزين ومتى بيرد؟ من أي بلاد أنت؟ أنا من هني، من البلاد اللي قريبة عدالكم. أنت ما تتذكرين هيك المرة لما يينا وكانت معايا حرمة ولدها مريض؟ نعم صح ذكرت. إنزين خير الولد، صار له شيء؟ لا اطمن، الحمد لله الولد ما في شيء، الحمد لله بخير. بس هذه المرة عندنا مسكينة واحدة مريضة، حالتها لا تسر لا عدو ولا حبيب. حرمة كبيرة ولا صغيرة؟ لا والله صغيرة، بنت العم يابر. خولة؟ يابر ها علي، بغيتك في موضوع. الحين؟ اي نعم الحين. خير؟ ايش هناك؟ إلس إلس، الله يهديك. بس دائما لمس تعيل. هذا انا لست. هات ايش عندك؟ ايش اخبارك واحوالك؟ بصراحه انا من زمان ما يلست معك، قلت ايلس معك شويه. يعني انا الحمد لله بخير. علي قول اللي عندك، تراني اعرفك زين. والله ما اعرف ايش اقول لك يا يابر. علي قول اللي عندك وتاكد اني اسمعك ومستعد باللي تطلبه. بصراحه بغيت الفلوس اللي عندك. تبغى فلوسك يا علي وانا في هذه الحاله؟ يا يابر اني مديون والناس تطالبني، انت لما احتجت قلت لك تفضل ومشيت حالك، وانا الحين محتاج واظني ما تبالي المضره. لا طبعا، بس انا هذا المبلغ ما عندي الحين يا علي الله يهديك، واصبر علي. يمكن المبلغ ما موجود عندك الحين، لكن اظني عندك اللي تبيعه وتسدد بيه ديونك. ابيع؟ ابيع ايش يا علي؟ بيع شيء من الاملاك اللي عندك. انت ينيت علي؟ اسمع فلوسك بيوصلنك لا تخاف، واحسنت ومشكور. تعال تعال يابر، ليش زعلت؟ مازن خير ان شاء الله. اهلا فاطمه، ان شاء الله خير. ارجوك يا بنتي يا خوله، ارجوك لا تعذبين نفسك وتعذبيني معك يا بنتي. انا اللي فيني يكفيني يا خوله، ارجوك يا حبيبتي بس يا بنتي. ها وصول، كيف حالها اليوم؟
شاء الله وين. هيش أقول لك يا طيبة، مثل ما أنت شايفت إنها هذه حالتها. إن شاء الله بطيب وبتشافى وبتعافى، وأنا الحين سايرة عند المعلم. عند المعلم؟ هيش تسوين؟ هيش أسوي بعد؟ سايرة تشوف لها، هيش اللي صايبنها؟ وتظنين على قولتك إن المعلم بيسوي شيء؟ أكيد يا أصول، في ناس ترى ميربينه، سأليني أنا عنه. صار الحين ليلتين. زين، وما تعرفي متى بيرجع؟ والله ما أعرف، بس إن شاء الله ما بيتأخر. خير، كلك تريد فم ضروري؟ أي والله يا فاطمة، أبا في أمر ضروري وايد بعد. خير، مش صاير؟ لا ما صاير شيء، بس أنا محتاج له. خاولة صار في شيء؟ ها؟ أنا عارفة كل شيء يا مازن. من قال لك وكيف عرفتي؟ إذا كان على الفلوس ما باها. زين، إذا صرت أنا عند علي وبقيت أنت عند يابر، وأنت شايف أن يابر مديون حال علي وفلس يابر وبعد دكان، تعتقد أن علي بيرضى يشغلك معه؟ طبعا لا. بس هذه خيانة، وعمي يابر أول ما وصلنا هو اللي شغلنا معاه. شغلك ما علشان سواد عيونك، شغلك عشان يباك تنهب له وتسرق له. أيوة بس يا علوان. علوان تعالوا أباكم. قوم قوم علي يزقرنا. تأخرت، هيش أسوي من كثر الناس اللي عندي. زين الفايدة، هي صار ايش قال المعلم؟ ما قال له الخير. علامك يا ياب، هيش هناك اشوفك شال هموم الدنيا كلها على راسك. هموم الدنيا شوية على همومي انا يا طيب. اخوك المحترم علي جاي يطالب بفلوسه. اخوي علي؟ عندك غيره؟ ها؟ ليش ما تكلمي؟ ليش ساكتي؟ وهيش تباني أقول لك؟ ما عندي شيء أقول. خسيس، يوم شاف البنية مريضة ما في أمل يتزوجها يا على طول يطالب بفلوس. يا يابر، علي طول عمره طماع وانت تعرفه زي. ما علي، فلوسه جاهزة. زين يا علي زين، ما قلتي لي ايش قال المعلم؟ اسمع يا علوان وانت يا هدوان. امر يا عمي امر. اباكم تعرفوا من يابر او غيره، يابر باع شيء من بيوته ولا بعده؟ اكيد ما باع، لان لو باع بيكون عندنا خبر. ولا انت نسيت من هدوان وعلوان عند يابر؟ والله نسيت صح، لكن خبرتوه ولا بعده؟ كل شيء في وقته حلو يا عمي علي. يلا بنصير، تامر بشيء؟ ما يمر عليكم عدو. ها هدوان، ليش زعلان؟ ما زعلان يا عمي، من شدة الفرحة ما أعرف إيش أقول لك. هذه من فرحة الفلوس يا عمي، من فرحة الفلوس. فرحة الفلوس ها؟ أصول، أصول يا أختي، قومي، قومي ارتاحي. طيبة، قومي يا أختي ارتاحي، وأنا بعيد سيني، قومي. لا تستغربين، لا تستغربين يا أختي، قومي ارتاحي. لا يا طيبة، أنا مرتاحة جي. قومي يا أختي يا أصول، قومي ارتاحي. الله يهديك، باين عليش تعبانة. أنا أعرف إنش مستغربة من الكلام اللي تسمعينه مني. ترى الإنسان ما يتم على حاله، وهذه حال الدنيا ما مستاهل فيها الزعل والحقد والحسد. قوم قوم يا أختي قوم. زين ما قلتي لي هيش سويتي؟
قصدك المعلم؟ نعم المعلم. يقول المعلم هذا ضر وصايبنها من ذيك الليلة، ويقول لازم نسوي لها هدية فوق القرحة. لا وبعد يقول إن لازم نسوي لها رمسة مالت. مالت؟ آها هو قال شي؟ هو قال شي؟ قومي يا أختي يا أصول، قومي قومي ارتاحي. لا تخافين، لا تخافين يا بنتي، لا تخافين، أنا غير عنك، أنا غير، صدقيني صدقيني، يا ريت انتبهت لنفسي من زمان، يا ريت، لكن الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله. صراحة ما كنت مصدق ان علي كريم لهالحد. لا كريم ولا شيء يا اخي. انا ما فهمتك، انت مرة شيء ومرة شيء. هذا علي يريد منا نسوي له خدمة، يعني هو محتاج لنا والمحتاج انت تعرف روحك زين. انزين وعمي جابر ايش بنقول له؟ لا تقول شيء، خلي الكلام علي انا. انزين اسكت اسكت. جاي جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام عمي. الوان وهدوان. نعم عمي. جلسوا أباكم بسالفة شوية إن شاء الله. إن شاء الله عمي. ها فاطمة إن شاء الله عمي وصل؟ لا والله يا مازن بعد ما وصل. حول ولا قوة، بعد ما وصل سوي له حل. تفضل انتظر يمكن بالحين بيجي. ما عليه ما عليه برجع مرة ثانية. مازن أنت ما غريب، أنت في حسبة أخوي. بصير وبرد. مسكين يا مازن مسكين، الله يكون في عونك. المهم اللي أباه منكم الحين واحد منكم يمشي المزرعة ويأخذ تيس ويذبحه فوق القرحة، يخلي شيء من اللحم هناك والباقي يتوزعونه على الناس الفقراء. أنا بصير عمي. زي روح، لكن عاد نجي لك تيس زين وسمين. زين عمي بسير، تأمرني بشيء قبل أروح؟ لا روح خلاص سير. بالسلامة يا عمي. إدوان. نعم عمي. ما تعرف حد من اللي يسوي مالد هني؟ ها؟ أقول لك ما تعرف حد من اللي يسوي مالد هني؟ لا عمي ما أعرف، بس ياسر يعرفهم، دائما يوم يسوي مالد يمشي معاهم. ياسر ري النوارة؟ هو عمي ياسر ري النوارة. زين سير له وخليني يا باشوي. إن شاء الله عمي. لكن أقول لك ها خلي يدي البيت ما يجيني ذي. إن شاء الله عمي. زي يلا روح. تأمر شي عمي؟ سير ساعد أخوك أول. إن شاء الله ولا يهمك. يا رب يا رب إنك تعافي خولة وتشفيها يا رب. غريبة هلا وين رايحين؟ يا ترى إيش عندك يا يابر؟ إيش عندك؟ ها يمكن قال لهم عن بيع شيء من أملاكه حتى يسدد اللي عليه، أو يمكن يعطيهم فلوس عشان يعطوني. زين هو ليش ما يعطيني بنفسه؟ وإيش يفكر روحه؟ زين يمكن علوان وهدوان يقولوا له. لا 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 لا
ما أعتقد ما أعتقد ظهر أن هناك شيء وأني لازم أعرفه ولا ما عليه حد متى ألوان وأدوان بيوني بيون بنفسهم كل منك أنت يا بحر كل منك أنت السبب أنت السبب ما أعرف إيش أخبار خولة وإيش مسوية الحين كيف صحتها حتى العلاج صار صعب لما صار لك أنت ما أعرف كل هذا اللي يصير ضدك أو ضدي أو يمكن ضد أمي ما أعرف الله يستر زين يا بنتي وبعدين ماشي يا أبوي توني ياسر اللي أسمع دق على الباب رحت أفتح قول من لقيت مين حمزة حمزة مين حمزة حمزة هذاك الريال اللي يانا هيك اليوم ومعه حرمة وكان معاهم طفل يبون يعالجونه تو تذكرت ما قال ايش يريد خولة بنت يابر مريضة ويباك تروح تشوفها سبحان الله سبحان الله ومازن بعد موجود هني مازن هني عمي سوينا اللي طلبته منه وانا سرت حال ياسر وخبرته وبيك بعد الصلاة عمي والتيس ذبحناه وخلينا شيء منه فوق القرحة والباجي جسمناه على الفقارة يا عمي زي سويته ما قصرت انزين عمي بنسير عنك لحظة أباكم شوية لحظة خير عمي أباكم تشوفوا لي شاري حال البيت أي بيت عمي هذا البيت عمي نعم هذا البيت بس بشرط إن هذا اللي بيشري البيت ما يأخذ إلا بعد ما تتعافى خوله هذا شرطي قولوا له وردوا علي إن شاء الله عمي إن شاء الله